15 ساعة يقضيها الشاب رعد مشياً على قدميه في طرقات مدينة الباب شرق حلب، باحثاً عن رزقه من خلال بيع الكماء على بسطته، في وقت بات فيه غلاء الأسعار يحرم الكثير من السوريين شراء أبسط احتياجاتهم الأساسية وتجهيزاتهم الرمضانية. ما في مصاري يعني الواحد يجهز لرمضان، خصوصي اليد العاملة، يعني اليومية العامل 50-60 ليرة، يعني باليوم ما بتكفي، بده آخر شيء يطلع مطلوب يومية العامل، عرفت علي شلون؟ شهر رمضان هذا العام يبدو أنه مختلف عن سابقه، فالحركة الشرائية في أسواق الباب ضعيفة للغاية. جميع أصناف الخضار والمواد الغذائية واللحوم بأنواعها شهدت ارتفاعا بالأسعار، حيث أجبر عدد كبير من السكان للتقنين في شرائها، وذلك تماشيا مع ظروفهم الاقتصادية. اللي يجي عم ياخذ قوت يومه فقط، ما في لا تجهيز لرمضان، والنسبة عن السنة الماضية يعني تقريبا 100% تقريبا ضعيفة جدا، ما في يعني الناس قوت يومه فقط. لا يبدو أنه يوجد حلول قريبة تنهي مشكلة الغلاء أو ضبط أسعار السلع الاستهلاكية في المنطقة من قبل الجهات المعنية، فالأسعار هنا قد تختلف من محل لآخر دون رقابة فعلية، والخاسر الأكبر في هذه المرحلة هو المواطن. ربما ستفقد موائد الإفطار الكثير من الطقوس الرمضانية التي اعتاد عليها السكان في السنوات السابقة بسبب موجة الغلاء التي غزت أسواق المدينة مع اقتراب شهر رمضان المبارك. من مدينة الباب شرق حلب، محمد السباعي، حلب اليوم.